فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني من الأموال تدفع المال في طاعة الله وفي سبيل الله، كأنك تقرض الله عز وجل، لأن الله يرده عليك مضاعفا أضعافا كثيرة، وهو ليس بحاجة إلى القرض، وإنما أنت المحتاج إلى هذا القرض، أن تقدمه لله فيعوضك الله خيرا منه، فأنت المحتاج إلى هذا القرض، أما الله فإنه غني عن خلقه، فأنت إنما تقرض نفسك في الحقيقة، لكن لما كان لوجه الله ولطلب الثواب من الله كأنك أقرضته الله، لأنك أطعت الله عز وجل وامتثلت أمره، ولهذا قال قرضا حسنا، وصفه بالحسن الذي لا منة فيه، أما القرض الذي معه منة فهذا باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك القرض الذي بين الناس فيه ربا، هذا ليس قرضا حسنا، هذا قرض ربوي. وجاء في الحديث وأجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.